كان. وعليكم السلام. مرحبا ألف. بيض الله وجهك يوم جيت. وجهك يا حبيب قلبي. أخرجنا من عرب إن الله. ليه ونعم فيهم والله ما شاء الله كل واحد ما شاء الله يوزن بلد. والله ونعم فيك أنت مرحبا. مرحبا. مرحبا ألف يلا حية. سك طيب. مرحبا زين. يا مرحبا يا. هلا. أمور طيبة. مع تركيا إن شاء الله. اهلا بتركيا واهل تركيا انتم نجوم ما يحتاج ما كفتكم تركيا ديار الثانيه سلكتنا بس يعني ما في روحه مرحبا يا نادر يلا نتحيا هلا هلا بالشيخ شلونك مرحبا بك كيف الحال بارك فيك شلونك سك طيب بشرني عنك الله يبارك فيك شلون كيف الربع ساكم طيبين توك جاي من تركيا لا بنروح ايه تو خلاص الاسبوع الجاي وعلى الطاري يعني انتم جبتوا له الطاري لا لا قريب عشان لا لا عشان نشوفك عشان نسولف سلام الله يبيض وجهك عشان تعرف الوقت ارحب ارحب ودنا لا اله الا الله تركيا عدد مرحبا الف يا هلا وسهلا المشاركين ما شاء الله عدد كبير وحلو وان شاء الله بنعرضهم على الشاشه مرحبا هلا والله شلونك طيب بشرني عنك امورك زينه يا شيخ فهد يلا تحيه شلونك عساك طيب بشرني عنكم عساكم طيبين الله يخليك ان شاء الله بيطلعون معنا على الشاشه لا مو باليوم ان شاء الله بنعرض بعض المشاركين تعرف عشان يتحفز ويصير يعني في جاء دعم مشاركين فينا في مشاركين ما شاء الله تبارك الله يعني يمكن وصلنا بعدد الرسائل يمكن عدد الرسائل اللي وصلت اخر تحديث امس ارسلتها للاداره 6000 رساله ما شاء الله 6000 فيديو إيه المقابلات المقابلات تجي المرحله الثانيه إيه بس هذه بس امس 6000 لا مو بامس الى امس من بدينا الى الان 6000 يعني كم الحد اللي انتم حاطينه العدد المشاركين إيه؟ بنشوف احنا لان يعني احنا ما بنوزنها من جانب تدريبي بس جانب شاشه انتم كنتوا كم عددكم 30 بدينا 30 بديتوا 30 نادر. كبرنامج مسجل 30 قد يكون طاقتك عاليه مره نادر. خصوصا انه المده محدوده نادر. عندنا فاحتمال يكون يقلص اقل من 30 واربع ساعات هذه اربع ساعات بث يعني راح تكون منوعه وراح تكون فيها كرسي اعتراف طبخ جلسه الزحمه في جلسه زي الخيمه المهم كلهم بالفعل عمري وكلهم ما شاء الله تبارك الله والله تحتار شوف انا ما كنت مو سالفه قصور فيهم انه هذه الفئه يعني ما عندها مواهب او انهم مو متحدثين بس كنت انا امل اللي فوق ال 20 يوم شفت النماذج هذه ما شاء الله شكله بنسحب عليكم المجموع يعني في نجوم جايين بقوه باذن الله تسحب علينا ليه يا يعني خلاص ليه يا دوركم انتهى اديتوا الرساله يعني يوم تعودنا عليك تروح وطلعتوا بالجو الجميل هذا اللي فقد لي كم باقي لكم يوم ونتخلص منكم 19 يوم 19 يوم 19 يوم هذا الاول باقي اللي بعده الواحد اللي تعين فيه تحبه يروح يخليك لا ابشر بعزك انا خلاص خذنا معك تركيا كذا النظام مصلحه لا يعني تسليمه شوف اهم شيء يكون المحبه تكون خالصه محبه في الله بدون مصالح بعدها ان شاء الله بدون مصالح انت سلمت لي ذهني خلاص وش سلمتك علم هذا احنا شغالين تسليمات اي من يعني كم لنا من فتره كني بعتك يعني لا والله ما عاش من يبيعك بيض الله يجزاك انت اخو عزيز وغالي انت زميل مهنه الان انت اعلامي يا سلام خلاص بعد هذا غير البايو الاعلامي عايض الحارثي يا سلام وزميل المهنه واول اضافه انت عندك حساب في تويتر ايوه اول اضافه ابشر بيض الله والله العظيم بيض الله كوكو وتيك توك يعني بثوث إيه يعني ماني براعي بثوث بس يعني سناب ولا ايوه سناب سناب ضيفني انا ماني بضايفك عادي لا 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 طيب اني انا ضايفك اصلا تويتر وسناب والله اي بسرعه والله ما انتبهت ابشر بعزك طيب خلينا نبدا ارحب يا صالح حياك الله هلا بالشيخ شلونك؟ ساك طيب امورك ساك طيب امورك زينه طيب احنا عندنا لا اله الا الله عشان نتذكر نسلم على الساده المشاهدين مرحبا يا معجب هلا بالشيخ شلونك يا عسل؟ ساك طيب بشرني عنك ذكروني ب تذكرون في دورة من الدورات تكلمنا عن عناصر الاتصال تذكروها؟ عناصر الاتصال قلنا المرسل والمستقبل والرسالة والنص اللي يوديها وش يسمونه؟ البريد الوسيلة القناة أحيانا إذا كان في مشكلة في المرسل المستقبل ما يقدر يعني لو كان كلامي مبهم عرفت؟ فلان جيت لكم بنزور تركيا بنطلع ما فهمت إلا تركيا عرفت؟ يكون مدمج كلامي. فإذا كان في مشكلة في المرسل المستقبل لن يفهمك. وهذه الحين اليوم عندنا دورة.
وجزء منها كان هيثم يقدمها اسمها الفوكاليز. احنا بنقدمها اليوم بس بناخذ الجزء اللي يهمنا. الفوكاليز اللي هي اداء الصوتي، سواء انت على مسرح، شاعر، ملقي، متحدث، فويس اوفر، مقدم برامج. يا رجل مو بس كذا، اذا كنت تتكلم انت في مجلس مع الناس لازم يكون كلامك واضح بكل تفاصيله. بالضبط تحت. سلام ورحمة الله، هلا وسهلا، شو اخبارك؟ عساك طيب. لازم يكون واضح بكل تفاصيله. طيب وش السالفه؟ لازم يسوي تمرين. فاليوم عندنا تمارين فيزيكال رياضيه وتمارين صوتيه للحنجره. اليوم هذه تمارين بنأديها، بتضحك لان هي اصلا تمارين ذاتيه خاصه فيك، يعني تقعد في البيت بس يوم مسويها الحين هنا تحس انه يعني انها عاديه. طبعا هذه ما في معهد من المعاهد الاكاديميه العالميه في مجال الاذاعه والتلفزيون اللي يقدمها. تاخذها اول شيء يقول لك فوكاليز، درب صوتك ثم. طيب انا كيف احتاجها؟ قبل ما تطلع انت بتلقي قصيده قدام الناس، تبغى تؤدي اداء طويل على المسرح، تبغى تتكلم كثير، تحتاج هذا تمرين. كوره، انت بتخش الحين كوره، ما في حماء ويسمونه ستريتش وما ستريتش واطاله وما اطاله، نفس الحكايه. هذه عضله وهذه عضله، نفس الحكايه. نبغى نسوي الحين اطاله للعضلات اللي هنا. طيب مو طول الرقبة، نطول الأشياء الداخلية جوا الرقبة. طيب خلنا ندخل شوية تشريح داخل الرقبة. يقول لك هنا في الوجه 44 عضلة عشان تتكلم. سبحان الله، شوف فضل الله سبحانه وتعالى كيف يعطي الواحد إذا تكلم عشان تنطق ويوصل كلامي لك. 44 عضلة قاعد تتحرك، شيء موجود في الأوتار، شيء موجود في الخدود، شيء موجود في اللسان، شيء موجود في 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 الفك. فقال عندنا شيئين، قال ما نطلع الشريحة على الشاشة. أول حاجة قال لك فيه عضلات نطقية غير متحركة في الوجه. زي إيش؟ أعطوني شيء ما يتحرك ثابت في الوجه. الأسنان واحد في الوجه. اللسان متحرك ولا غير متحرك؟ يتحرك في بعض الأحيان. يتحرك. أنا أبغى غير متحرك. الأسنان، الشفايف، الأذن، الشفايف، الخشم، الخشم، الأسنان، الخشم، الأذن، العين. لا نبغى اللي لها علاقه بال الاذن. فين يعني؟ طيب لان الصوت يعني لو كان واحد يعني عنده مشكله في الصوت بيتغير صوته. انت الحين سكر وتكلم، السلام عليكم، شفت كيف؟ في تغير. الاذن ما لها دخل، بؤبؤات العين ما لها دخل. العين واحد اعمى، العين هذه تتحرك. الحنجره، ابغى الوجه هو صح. الحنجره، الحنجره تتحرك. عندك اوتار، شفت الأوتار اللي موجودة في العود والجيتار؟ هي موجودة هنا سبحان الله. طيب هذه متحركة، أنا بغير متحركة. في شيء داخل الفم واضح اللي فوق. شنو؟ وش ذي؟ اللثة. اللثة. إذا عندي ثلاث أشياء، الأسنان والأنف واللثة، ويقول لك الجدار الخلفي للحلق آخر شيء اللي ورا. طيب هنا متحركة. اللسان، الفك، الشفايف، الفك. أي فك عندي علوي وسفلي؟ سفلي. العلوي، المتحرك، السفلي المتحرك. العلوي متصل بالجمجمة، تذكر يوم اطلع الجمجمة كذا تشوف اسنان فوق اللي تحت اللي تتحرك. الخدود تتحرك وانا اتكلم. طيب حلو، الخدود بس ما لها دور في الاداء. طيب قال لك الان في تمرين نبغى نجربه خلاص بصوت عالي، ثم بطلب من كل واحد يجربه. طيب طلعوا لي اول شريحة ادي بصوت عالي، اوكي خلاص. طلع لي الشريحة الاولى، ما اقدر. هذه يقول لك اسمها مو حروف، هذه اسمها ايش؟ اغنيها هذه يا زيني. انا اغنيها مو نغنيها، هذه اصوات. اصوات الحين قام كذا الان مني اثنين. ايهما زين؟ اللي في الشاشة. لا والله الله يسعدك. طيب تطلعوا لي بس الشريحه الاولى. هذه يا جماعه مي حروف، نبغى نأديها كلها تمارين صوتيه. اي بس قصدي زي كذا. طيب قولوا معي، قولوا معي، خلينا لا اصبر، لا اثتا قول معي، قول معي. أثتا، 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 أثتا. الأولى آثتا، آثتا. إيش الفرق بين الأولى الثانية؟ آثتا المد، آثتا. الثانية أثتا، آثتا، أثتا، إفتا، إفتا. الثاء الأخيرة وقبل الأخيرة كيف تنطق ذي؟ أوفتا. هذه أوفتا وهذه هذه أوفتا. تبدأ أوفتا، أوفيتا، أوفيتا، أوفيتا. يلا مرة ثانية، مرة ثانية، واحد كله بصوت واحد. الأولى آفتا، 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 إفتا، إفتا، أوفتا، 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 أوفتا. الثانية، الثانية من يقراها؟ آفتا. لا مش نصبها. آفتا. أعطوني الثانية، أعطوني الثانية، أبغى أحد يقراها. آفتا ولا آفتا.
لا فرق الاولى اللي قبل الاخيره اللي قبل الاخيره ابدا او 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 شوف شوف فمي همزه توصل تصير اوفيتا لكن يوم اقول الاخيره او اوفيتا خلاص طبعا هذه محمد اكتا اكتا ايكتا اوكتا اوكتا الاخيره وقبل الاخيره ابغى شوف محمد ابغى بالنطق الصحيح لا يعني هنا هنا تمرين صوتي ومخارج حروف اوكتا لا اول شيء اكتا 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 اوكتا لا لا اصبر احنا بالترتيب اكتا 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 ايكتا حلو اوكتا صح حلو اوكتا 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 طيب طيب والله معجب اعطوني اللي بعدها اعطوني اللي بعدها طيب نكبرها نكبرها انا استاذ اعطون خلينا نشوف معجب شوف معجب كلنا يلا اهتا اهتا قرب ايه تعال قرب قرب عندي اهتا حلو اهتا ايهتا اوهتا اوهتا عيد الاخيره وقبل الاخيره اهتا وين اهتا اهتا ايهتا اوهتا اوهتا طيب اللي بعدها مين يقرأ مين يقرأ نفسه انا استاذ فهد كل بنيوم اليوم بنقعد اليوم تمارين اهتا اهتا ايهتا اوهتا اوهتا قبل الاخيره وقبل الاخيره اوهتا 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 على كسر الهاء صح عندك ا او اوهتا ا او تذكر ا اي او اوهتا اي هذه همزه توصل هذه همزه قطع خلاص طيب مين يقراها بعد شيخي اوهتا اوهتا ليش ما طلع ما باين ايهتا ايهتا طلعها كلها ايهتا يلا يلا تذكرت اوهتا ايهتا اوهتا اوهتا لا ما فرقت ما فرقت بين الاخيره وقبل الاخيره اعطيني او ما خارج الحروف ابدا اوهتا 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 لا ابدا اوهتا 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 حلو الاخيره اوهتا الله عليك طيب اعطوني واحده ثانيه اعطوني واحده ثانيه الشيخ عايض يلا هذه أدتة أدتة سنور هلا الشيخ هلا وسهلا مرحبا أدتة يلا 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 أهد أدتة 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 إيدتة ليه صوتك مو واضح أدتة ليه صوتك مو واضح احنا تمرين مخارج الحروف تطلع بكل ألو يلا لا صوت مو واضح ليه أدتة أدتة إيدتة ما في فرق بين الأولى والثانية أدتة ها أدتة 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 إيدتا أودتا أودتا يا سلام عليك الأولى قبل الأخير عيدها أودتا 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 طيب الأخيرة أودتا 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 قل لا إله الله الأخيرة أودتا طيب أنت قل لا إله الله لا إله الله أودتا هذيك الثانية أنا أهمني الأخيرة طلع الأخيرة أعطني إياها الأخيرة أودتا 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 حلو أودتة. حلو طيب خلينا نشوف هذه هذه اللي بعدها يلا عطنيها إيه تعال جنبي تعال جنبي تعال جنبي هنا أعطوني اللي بعدها أعطوني اللي بعدها كنا جايين بطحة الأولى طبعا هذه تستفيد منها كمنشد ترى هذه كلها فوكاليز عشان توسع حنجرة صوتك تقدر تأدي بأداء عالي نستفيدين إحنا كمذيعين آمتة آمتة إيمتة أوميتا 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 أعطني إياها يلا عيدها 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 أنت آمتا مد آمتا 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 حلو آمتا إيمتا إيمتا هنا إيمتا وين هاي واحدة اللي عليها إي اللي عليها الهمزة كثرة آمتا آمتا إيمتا أومتا أومتا أو فين ها شو رأيكم جاب الأخير وقبل الأخيرة ضبطها عيد الأخير وقبل الأخيرة آمتا أمتى حلو إيمتى حلو أمتى حلو أمتى عيدها أمتى الأخيرة قبل الأخيرة أمتى شوف الأخيرة اللي قبل الأخيرة قل أمتى أمتى والأخيرة أمتى أمتى
أوميتا أوميتا والثانية الأخيرة أوميتا أوميتا حسنت الله. اللي بعدها الله. يلا اللي بعدها صالح عندي. أعطوني اللي بعدها الشريحة اللي بعدها ترى كل شوي تصعب هذه أبتة يلا أبتة حلو أبتة إيبتة أرجع 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 من أول أبتة أبتة إيبتة أوبيتا 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 عيد عيد القبلة الأخيرة الأخيرة آ آ عشان تدقر آ آ أوبيتا آ شوف فمي شوف فمي آ أوبيتا آ أوبيتا 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 طيب مين يقولها مين يقولها من نتكلم هنا 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 بجي يلا 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 أبتا 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 إبتا أوبتا لا 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 ارجع أبتا أبتا شوف فمي أوبيتا أوبي إني قلتها أوبيتا أوبيتا أيوه أيوه يلا أوبيتا 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 سنت طيب الله جبتها أبتا أبتا إبتا أوبيتا أوبيتا ممتاز ممتاز اللي بعده من مين ما تكلم نادر تكلمت مجد خدت بس خلنا نشوف واحد ثاني طيب لا غير أبتا أعطوني واحدة أصعب شوي خلنا ندخل على شوي طيب اعطوني واحده اصعب كذا يلا اجته 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 اوجته لا اوجته اوجته والله حسن حسين ارجع اللي قبلها اللي قبل الاخيره اوجته عرفت الدوريمان ايش اوجته الالف ما عليها اي ضمه او اي همزه او اي اي ضم فانا انطقها ا وراها واو او ايش رجعوا لي ايش اوجته 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 حلو أوجته 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 والأخيرة أوجته 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 معجب أوجته صوت شباب صوت ركزوا معي ركزوا معي روحي معجب أوجته أوجته واخذ واحد بيجيبوها لك يلا أوجته أوجته إيجته أوجته أوجته أحسنت مين واحد ثاني محمد محمد أوجته أوجته إجته أوجته أوجته ممتاز ممتاز والله طيب في واحدة ثانية أصعب أبغى واحد يجي عبد المحسن والله كويس أعطوني الأخيرة الأخيرة أوه هذه ما أنت تقول أكته خلاص قل أكته إيش أكته إيه لأن هي كلها أصلا حروف فرنسية أصلا أكته أكته إيه أكته إيكاتا أوكاتا لا أوكتا كيف كيف نطقتها؟ أوكتا الهمزة ضميتها ضميت الهمزة أوكتا 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 خلاص؟ أوكتا أوكتا أكتا أكتا حلو أكتا إكتا أوكتا أوكتا والله فنان والله فنان 50 من عندي والله جابها 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 كذا على قولتهم على طول اخير اخير مين يجيبها صالح صالح لا والله لا صالح أكت. لا اي دي اكتا وسع اكتا اكتا مد اكتا طبعا يسب حركات اكتا اكتا محمد عايب احمد محمد عايب اكتا 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 اوكتا اوكتا حلو حلو 50 50 يلا 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 مين 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 ابغى واحد ابغى واحد جاهز اذا غلطت ترى ما فيه في عادي انت ويا الله يلا اذا غلطت ما فيه يلا روح اكته لا خلاص راحت عليك اكته من مديتها والله اكته ام غطى ام غطى مد اه اكته ما ماذا درجات بقولها يا احمد اكته انت اكته ما تقول اهات اكتا الحين امدها لك خلاص العود من اول ركز طيب هنا 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 تفضل لا ما دخل اكتا 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 اوكتا غطا أوكتا. راحت عليك راحت عليك والله هذه اكتا راحت لا اكتا اكتا الله عليك كتا يا سلام كتا اوكتا اوكتا سلم عليه غلط
شطب عليه عبد الرحمن. اكته انت منشد عطني لحنها لحنها تكفى عطني عطيهم لحنها اكته كل ما تمد انا معك عطني موال على اكته بس انا ابغى 50 انا ابغى اعطوها حقها الالف الهمزه الهمزه عليها مده اعطها حقها لا تفرق بينه وبين اللي شو اسمه عبد الرحمن تونا نمد ونلحن اعطها اعطها مده اكته 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 كذا صح ايوه هذه الاولى اكته ايكته اوكته اوكته باقي الاخيره ايوه كلها صح باقي الاخيره اي اوكته وانا قبل الاخيره قلتها قبل قولها قولها قلتها قبل شوي قولها يلا اوكته والاخيره خلاص والله الاخيره هات انت جبت الاولى اوكته 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 50 حلو 50 تستاهل طيب طيب باقي باقي ما خلصنا باقي الحين انتينا هذه يسمونها مو بحروف هذه هذه يسمونها الوان صوتيه ايش تسوي فيها في السياره قبل ما تبدا عندك فويس اوفر عندك القاء شعر امسيه امسك هذه صوروها حتى المشاهدين صورها الشاشه سوي سكرين شوت لها ولا سوي لها انت تتابع بالجوال درب عليها هذه تريح صوتك ايش قاعد تحرك لو تلاحظ انك قاعد تحرك الاشياء اللي قلناها قبل شوي وشي واحد الاوتار هذه شيء اساسي طبعا وال تلاحظ الشفات قاعد تتحرك واللسان بشكل اكبر الفك خلاص لن تريح وفوق ذلك قاعدة تزيد من إيش تلاحظون قاعدة تتكلم مو لا المادة اللعابية أكرمكم الله اللي موجودة في الفم قاعد تحركها تزيدها عشان تخليك تتكلم أكثر وأنا من دلهم قاعد أبلح سبلنا عندي شيء هذه طبعا بتجينا الحين ليش نسوي إيه ليش طبعا بعرج عليها ليه لأنه كلها قاعد تحرك الفم عشان يكون متمرن زي ما ذكرتها في البداية أنه أنا عندي تمارين عشان أكون مهيئ أني أتكلم طيب هذه هذه اخر واحده مين يقولها مين موجود هنا مين اللي ما تكلم ابغى واحد ابغى واحد راعيها ها مين يقول تعال جنبي وانطقها انته ضبطها يا ولد وش اللي فيه عيد الاخير وقبل الاخير اونته حلو ممتاز 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 احمد 50 ابو سعد انته ممتاز ممتاز حلو طيب انت خلصنا الحين يقول لك هذا اول تمرين يقول لك ايش يسمونها الاصوات المتحركه انتهينا منها التمرين الثاني تمرين فيزيكال دائما يسويه اي واحد رياضي احنا نبغى نسويه عشان اصواتنا دائما اذا كان عندك تمرين تبغى تطلع القاء شعر تبغى تتكلم عندك فويس اوفر خلينا نطبقه عادي طبيعي جدا الفيزيكال يقول لك ايش للرقبه والراس اللي هو شو قدم راسك عشان شمالك نزل راسك كذا ارفع راسك فوق اقصى شيء اقصى شيء تحس انه خلاص بينخلع خلاص طيب اقصى اليمين اقصى اليمين اقصى اليمين اقصى اليسار خلاص تحس انها خليها مشدوده مشدوده طيب الان ابغاها تكون راوند تكون اعطيها كذا دائريه خلاص لا تشد عليها كل هذا عشان ايش تحس بدوخه هذه شوف كلها عشان تحرك ايش كلها عشان احرك الحنجره طيب هذا التمرين طيب الاكتاف نبغى ثنتين قدام خلاص طيب وايضا وراء اعطي وراء خلاص طيب سؤال ايش دخل الاكتاف في الصوت مرتبطة مع عضلات يلا حتى الكنترول ابغى يشارك معي مرتبطة مع عضلات الرقبة لا لها دخل في القفص الصدري ايش ايش ايش؟ لها دخل في القفص الرئة ايوه انا قاعد احرك هنا صح منيب معي قاعد متابع هنا قاعد تحرك الرئة كله عشان طبعا نسينا من الاشياء اللي تتحرك معي الرئة النفس
بالرئة خلاص. طيب هذه الأشياء الفيزيكال. طيب يقول لك أيضا من التمارين التفاحة الكبيرة، قضم التفاحة الكبيرة. تخيل معنا تفاحة خلاص، يوم أجاكل التفاحة خلاص راح. طب تخيل إيش يسمونه أنتو باللغة العربية؟ إحنا يقول لك إيش؟ يفترس ولا ما يفترس؟ يتعرش، يقضم، باللهجة العادية يتعرمش. يتعرمش أبيك تعرمش. يقضم، يقضم التفاحة بكل ما فيها. نفتح فمنا آخر شيء خلاص وتلوك. خلينا نجرب هذه اللي شفت الحركة اللي تخليك تفتح أذانك، هي هذه. حاول حاول قدر المستطاع نجرب، جربها. أكثر شيء الحين كده تفتح فمك. تونا ترى التمارين، أصبر الحين بيجي شيء أكثر. جرب معاي ترى ما بدينا، الحين بتشوف أشياء. الله يعينكم، بيصير رياكشنات عليكم الحين، بيصورونكم رياكشنات. كنك تتاوب أعلى حاجة خلاص. وسكر سكر سكر، سوي كذا. طيب طب الآن دور العلكة الكبيرة. العلكة الكبيرة طبعا ليش سموها؟ بس عشان ما ننساها. القضمة عشان إنه فمك يفتح آخر شيء ويقفل. العلكة عشان إيش؟ أيوة الحركة اللي سواها أحمد كذا كذا. أقصى شيء أقصى شيء، ورجع مرة ثانية. كلها قاعد تمدد فمك، والله بتشوف أدائك فعلا راح يتغير في الشعر، في الإلقاء، في الفويس أوفر. جربها تمرين تمرين. هي قبل بتسوي لازم تسويه. السادة المشاهدين ابحث اكتب تمارين الصوت، راح تلاحظ اني قاعد اقوله هو موجود. اكتب لهم اللي مشاهدين، اكتب تمارين الصوت، شوف شوف الصوت كيف يكون عندك. طيب قال من ضمن، قال من ضمن التمارين ايضا عندي، من ضمن التمارين قال لك لا اله الا الله قبل القلم. اي انا جايب بجرب بدال القلم، انا جبت هذا عشان لا يصير تعرف القلم، خاف انه كونتمينيشن يعني يصير بينكم، لكن هذا افضل. هذا في تمرين بعد فيه لا اي الله عليك. هاي بتشوم بلعب بعد شوي، احس اني بعضها. هذه شفت اللي شوي دي صح؟ يسمونها توث بيك هذه. الدكتور حق الدكتور اللي حطها لساني. الله عليك. لا لا بس ان هذه بنجيبها بشيء ثاني. لا هذه حقت كباب شوي، حق كباب. طيب تنتين. طيب الطريق يا شباب، طبعا هذه يسمونها ايش؟ ما في احد دخل مجال اعلامي فويس اوفر او صوت او مغني الا مر عليه هذا التمرين. صح. جيب كل المغنين كل المطربين مر عليهم هذا التمرين. ايش تتوقع تمرين القلم؟ حط كذا تحطه اقصى اقصى شيء خلاص. أخلي بنضحك بنضحك الحين بنسولف الان، بناخذ دقيق كلنا نسولف. القلم خلاص بيكون اقصى شيء في الفم، لسانك لا يصقع لا فوق ولا تحت، ابغاه يضرب وين؟ يضرب في العصا او في القلم خلاص. نتكلم الكلام مو مفهوم، لكن هذا ايش بيعطيك؟ عادي شيل المخده كيف؟ خلي كم يا ابن الله كم خلي شايك يخقع هنا. كلم مرحبا بك شايك، رحيك مشي كريم. هاي شايك هاي هاي غني لنا غني ربك غني 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 يا هادي غني عطني كذا. وش يقول؟ طيب محمد عطنا شيء كلمات شيء غني. لسانك يصقع هنا. لساني يطلع. أبغى واحد يقول كلمة ونتعرف عليها. خل عطنا كلمة كلمة واحدة. غني غني. إياك إياك يا شاوي. أصبر أصبر إيش يقول؟ ناس يا ناس. ما شاوي يا حياك. يا أخي كان أبو قعود الباب الحار. عبد الرحمن. أو. عطنا أي شيء. ناس يا ناس ما صار بيا إحساس. طيب حبايبي نزل القلم. تمرين القلم هذا تمرين الحالة، دورة
اكثر من اربع ساعات، هذه كلها عشان تمد عندك الحنجره. اربع ساعات وهي في ثمن؟ لا تمرين، يعني انا اقول لها اكثر من تمرين، انا اعطيتك تمرين واحد. هذه انت كمنشد توسع عندك الحنجره، النفس، عرفت؟ تعطي عضله. شوف فرق بين انه واحد يجرب التمارين اللي قلت لك اياها، في ناس يقول لك طيب انا اطلع عادي والحمد لله تياسير. طيب تطلع تمام، لكن هذه افضل، فهمت؟ مساعدة، مساعدة افضل. احيانا بعض المرات تذكر من يقول لك سلاسة السلاسة السلاسة السلاسة، عشان اتجنب التعثر في اللسان بحكم انه اللعاب قد يكون قليل جدا بسبب الرهبة والخوف. قد يكون مثلا الحين بسوي اللي هي بعض المرات تجي حروف وراء بعض مثلا الشجرة شا وجاء، هذه دائما صعبة، فبالتالي اي في ناس يقولون شجرة شجرة مع الكلمات الكثيرة مثلا. مثلا خلينا نروح تمرين سجرة سجرة، في ناس طبعا في تمرين هو كلعبة لكن هو تمرين ايضا، بعد تمرين القلم تمرين يقول لك ايش الكلمات الصعبة، ابعطي كل واحد كلمة اللي نلعبها دائما، قول كذا تحداك تقول كذا، عرفتوها؟ إيه. هذه ايضا تعتبر تمرين. ابيك تقول عبد الله الوموي. الوموي الوموي عبد الله الوموي، خرب خمس مرات. عبد الله الوموي عبد الله الوموي عبد الله الوومي وموي عبد الله الوموي عبد الله الوموي. حلو بالمصري بسيطة ما تستبسطهاش. بسيطة ما تستبسطهاش بسيطة ما تستبسطهاش بسيطة ما تستبسطهاش بسيطة ما تستبسطهاش بسيطة ما تستبسطهاش. حلو 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 معجب. لا لا هذه الحين تونا معجب. بالمصري شنبك دوت ححلق هولك ححلق هولك ححلق هولك بس دي حل اي حح كمل هالجملة. شنبك دوت شو يقول الحين؟ ححلق هولك يلا يلا حلو. كلها تلاحظ انها في انها صعبة في الأداء، كل ما تمرنت على الأشياء الصعبة ذي في الأداء في الكلمات العادية راح تأديها. شنبك دحح شنبك دوت كمل الكلمة مصرية. شنبك دوت ححلق هولك ايش؟ ححلق شنبك شنبك دحح عبد المحسن شنبك دوت ححلق هولك ححلق شنبك دوت ححلق هولك ححلق ححلق شنبك ححلق هولك ححلق هولك شنبك ححلق هولك شنبك دوت مين يقولها شنبك ححلق هولك حلو ححلق شنبك دوت ح هو حح ولا شنبك حح يعني س شنبك دوت ححلق هولك ححلق لا ححلق هولك شنبك دلوقتي ححلق هولك المزوار صعبه ترى. طيب ابعطي هذه هذه جرب ححلق هولك حلو بس اسرع اضبط شنبك دوت ححلق هولك حلو شنبك دوت ححلق هولك شنبك دوت ححلق هولك جبتها ححلق هولك. طيب ضبطها يا استاذ احمد خلاص. غدوني 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 ابي اتغدى غدوني يا اهلي غدوني وغطوا غدا عطيه انت وعطيه انت بتاكل وعطيه بقول غدا بقول غدا غدوني وغطوا غدا عطيه غدوني وغطوا غدا عطيه غدا عطيه حلو نادر جميل عطني مره ثانيه غدوني وغطوا غدا عطيه مره ثانيه غدوني وغطوا غدا عطيه ليش دقرت ابتل غدوني وغطوا غدا حلو غدوني برجع نادر هذه غدوني وغطوا غدا لا كذا راح ريلاكس ما نبيه خلنا عيدها لي غدوني وغطوا غدا عطيه غدوني وغطوا غدا غط عطيه غدوني وغطوا غدا عطيه غدوني غطوا غدا غدا عطيه حلو انجاز انجاز 70 90% مره برافو استاذ احمد انا بيك تقول عندي كبش وعندي بنكر دبش كبش كرش كبشي احلى من كبش كرش بنكر دبش قلها خمس مرات طيب هذا عشان كذا انا ابغاك تطلعون بعد تقول اوكي انا ابغاكم تقول انا ما بستعرض عضلاتي معاكم انتوا بعد اعطوني يكفينا قول 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 بطتنا بطت بطتكم بطتكم بطت بطت لا هاي سهله بطتنا بطت بطت بطتكم بطت خشبه خشبتنا خشب الحبس خمس خشبات وخشبه انا بحفظها اول خشب سبعه صعبه الحبس خمس خشبات وخشبه خشبة الحبس خشبة الحبس أنا ما قدرت طيب صفحة سبعة صعبة صفحة أقولها أنت أول زي الناس صفحة سبعة صعبة 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 أيوة قل قل صفحة سبعة صعبة طيب عندك عرفت اللوري عايد عرفت اللوري أيوة اللوري عرفته أيوة
لوري 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 الكبير الشاحنه لوري 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 ابيك تقول لوري ورا لوري واللوري اللي ورا يضرب بوري لوري ورا لوري واللوري اللي ورا يضرب بوري والله ما قصر لو فتحت مايكك كنت خذيت 50 بس ان المايك مقفول والله ما قصر طيب لوري ولا ورا لوري يضرب بوري لوري ورا لوري واللوري اللي ورا لوري ولا ها لوري ورا لوري واللوري اللي ورا يضرب بوري لوري ورا لوري واللوري اللي ورا يضرب بوري لوري ورا لوري لوري ورا لوري والله صح طيب اخر اخر كلمه عشان بختم بعيده بعيده يا 50 يا اخي يا اخي بعيده تكفى يعني شفت يعني خاصة مثلا في اللهجة الكويتية عندهم يقولون خوش خوش معنى خوش خوش يعني خذيت 50 يا خوش خذيت 50 خوش شيء خوش يعني عندك خوخ بتقول ايش؟ هم جابر عبارة 50 امانة خوخ الشيخ خوش خوخ خوش الشيخ خوش خوخ خوخ الشيخ خوش خوخ خوش الشيخ خوخ 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 طيب اخير اخير خوش الشيخ خوش الشيخ خوش صح خوخ خوخ الشيخ خوخ الشيخ خوش خوخ خوخ الشيخ خوخ 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 الشيخ خوخ خوخ لا 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 اصبر اصبر نادر قول قول نادر قول قول خوخ الشيخ خوخ خوش شكرا نادر بشتي بشتك نشف ها بشتك نشف طيب كم مبلول ونشف بشتي نشف ومشطي نشب بالشنطة بشتي نشف وبشت ومشطي نشب بالشنطة قدك بتسال بشتي نشف ومشتي نشف نشب 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 بالشنطه حلو عيدها عشان بشتي نشف ومشتي نشط نشب بالشنطه بشتي نشف ومشتي نشب بالشنطه بشتي نشف ومشتي نشب بالشنطه برافو تحيه تحيه خلينا نختم فيها ختام حلو طيب مره ثانيه خير نجي صفك عليه التمارين اللي ذكرتكم اياها في اكثر خلاص المره الجايه نسوي اكثر من ناحيه الاي اي اللي ذكرها هادي خلاص كل هذه توسع مساحه الصوت خلاص اقرا عنها حتى انت الساده المشاهدين اقرا عنها تعطيك مساحه صوتيه تقدر تؤدي اداء قوي وتقدر تتكلم وتعطيك مساحه انه اللعاب يكون متحرك اكثر اهم نقطه قبل ما تتكلم قدام الشاشه قدام الجمهور عندك خطبه عصماء تبغى تتكلم قدام الناس عاده تشرب الماء الحاره ولا البارده الحاره لا ذي الفاتر الفاتر طيب طيب فاتره رمضان طيب لا خلاص اسف طيب لا اسف 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 معك نقاط ما نقدر نقول شيء لذيذه طيب اخير ضحكت لك اعطي 50 لا لا مو فاتر طيب اوكي اخر وحده اخر شيء استخدم زي ما قلت لك المحليات خلاص اللي هي تعتبر زي الهول زي الحلاوه اللي شو اسمونه ذيك لا الحلاوه سكر النبات شكرا سكر النبات خلاص مرطب الشفايف احنا ما لقينا سكر عادي مرطب الشفايف الفازلين مدري شلون ليه الجفاف هذا بيأثر عليك طبعا ان كنت مدخن راح تتورط كثير جدا اذا انا اقول اذا كنت مدخن فراح تتورط كثير في الاداء لانه زي ما بالله جدار يقول يشحط الصوت خلاص ابعد عن البخور الدخون الاشياء هذه كلها المحليات والاكل الزايد كلها تأثر عليك في الاداء اخير اشياء تحسن الصوت تمارين تحسن الصوت اكثر حاجه واسال المنشدين يقول لك اشرب ايش لا 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 زعفران ينسون 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 يحسن الصوت يحس مو يحسنه يعني يعني مو بصوتي مثلا صوتي جرس مثلا يعني ما في امل يصير زين لكن يخليه ناعم يخليه يضبط والله يبعد الشوارب ابتعد عن كل يا منشد يا شاعر يا متحدث ابتعد كلها قاتله لصوتك كلها صوتك الصراخ والدنيا انت اعلامي هذا راس مالك ترى بكره تطلع في دعايه تطلع في اداء صوتي تطلع بتغني كل هذا مبلغ فلوس بيجي عن طريق الرأس المال هذا تخربه بصراخ بإزعاج بهتاف عالي كله رايح يأثر عليك حافظ عليه من الآن دورات ادخل دورات الفوكليست دورات الفوكليست ترى وغالية ترى ما يبي يعني سالفة تني 500 ريال 600 ريال وأكثر من 35 ساعة فأشياء بسيطة المهم أنك تحافظ على هذه الحنجرة قد سعد أحمد قد تكنسل عندي عمل كان دور أساسي عشان الصوت كيف؟ كان عندي عمل دور اساسي ما اسمعك كان عندي عمل في اكثر من دور اكثر من لوكيشن فتكنسل عشان دور اساسي عشان شارب ماي بارده فحلقي شوي مشحوط فما بالك في الشتاء تكنسل وطاح نص مبلغ وندمت تخيل عندك حفله وتبغى تطلع ومشحوط صوتك بسبب البرد والمكيف وجهه على وجهك نعم جدا هذه هذا انت محتاج الاداء الصوتي مو لازم انه صوت جميل ترى الاداء الصوتي يلا صوت
اكثر واحد صوته ما ينسمع. علمك ليش؟ عشان متعود على السناب. كيف سناب؟ ايش فيه؟ يعني كل دائما سوالف مع السناب اسجيك قريب. لا ما تسولف مع الناس حولك. الصوت يعني المنخفض ما ينفع جدا، لازم يكون انت يعني لا هو عالي ولا هو منخفض، يكون وسط عادي جدا. طيب انا خلصت يا جماعه الخير، باقي انا ابغى اشوف اللي معي كان اكتف. خلاص عندي 50 لعبد المحسن. محمد انت اخذت 50 مني، اخذت خلاص. عبد الرحمن تاخذ 50 الاخيره. الله يعطيكم العافيه، شكرا على خير. صلى الله عليه وسلم. حاول جاوب، اذا بتشمون نادوني. محمد جاوب، اذا في ضرب في احمد واحمد جابر اعطيتك. جابر شارك كثير. اي اعطيتك انت 50، عندك ال50. سجل يا فلاح، سجل احمد. الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم يا حبايب. العزيز والله اعطيت 50. اعطيتك باقي معجب ابو دروب حبيبي. نذ واحد يذن يا جماعه الخير عشان نبغى نرجع بعد الصلاه مع ابو ابراهيم. تذن نادر. طيب لا بروح على الفلاح.